السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو احنا عايزين نخلي الشكل أفضل، على سبيل المثال مثلا احنا عايزين الشجر ده يبقى لون خفيف شوية موجود بس يعني شفاف، أو يعني بنشوف اللي وراه، تقدر تعمل سيلكت على الشجر اللي أنت عايزه بالشكل دوت، وبعد كده تيجي هنا على الأداة دي أوفر رايت وتقول له أوفر رايت باي إيليمنت أو كاتيجوري. كاتيجوري يعني كل الأشجار حتى اللي مش عاملاها سيلكت. وبعد كده هتيجي هنا تديله نوع من الشفافية بحيث إن الصورة تطلع بالشكل دوت، تبقى شايف الأجزاء اللي أنت عايزها من المبنى. طيب لو أنت في بعض الخطوط أنت عايزها تطلع بشكل آخر، على سبيل المثال مثلا الخطوط دي أنت عايزها تطلع مثلا مقطعة شوية، فممكن تيجي تعمل كده لاين وورك، وبعد كده تختار الستايل اللي انت عايزه، تقول له هيدن لاين وتبدا تعمل سيلكت عليها. لاحظ الخطوط بدات شكلها يتغير للشكل الجديد، وده بيبقى مهم جدا. ممكن مثلا تكون في خط معين انت عايزه مقطع، مثلا في اوبننج هنا بس هي الخط معمول خط مستقيم وانت عايز تغير، تقدر بكل بساطه من اللاين وورك تغير الخطوط للخطوط اللي انت عايزها.